أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في قول من يقول أن ما يخرج عن العمل القلبي ويتعداه إلى العمل البدني فهو شرط كمال في الإيمان؟ هذا تفصيل باطل ولا دليل عليه، هذه فلسفة لا دليل عليها. وصار المتعالمون الآن يتكلمون في المسائل الكبار التي توقف عنها الأئمة يتكلمون فيها وهم لا يعلمون، هذا كلام باطل. فالإيمان ليس شرط كمال، الأعمال ليست شرط كمال في الإيمان، وإنما هي من الإيمان، من الإيمان ليست شرط كمال بل هي من الإيمان. لا إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان، لا بد منهما، آمنوا وعملوا الصالحات لا بد منهما مع بعضهما. نعم.